وما حكم العقيقة؟ هل هي واجبة أم سنة؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟ وهل يستغنى بالأضحية عن العقيقة في ميعادها إذا صادف عملها يوم الأضحى؟ العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وقد كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام، فكان إذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام أمر بذبح الشاة وحلق رأس المولود وتلطيخه بالزعفران. وسميت العقيقة باسم الشعر الذي على رأس الصبي حين يولد لأنه يحلق عند الذبح، وكذلك الحيوان حين يولد يسمى شعره عقيقة. واختلف الفقهاء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: قيل إنها مكروهة، وذلك لخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ولأنها من فعل أهل الكتاب. وجاء في ذلك حديث البيهقي: اليهود كانت تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية. وروى أحمد أن الحسن ابن علي لما ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تعقي، ولكن احلقي رأسه فتصدقي بوزنه من الورق أي الفضة. ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك. وقد أجيب على الحديث الأول بأن النبي كره اسمها أي اسم العقيقة ولم يكره فعلها. وأجيب على الحديث الثاني بأن النبي ما كره من اليهود إلا تفرقتهم بين الغلام والجارية حيث لم يعقوا عنها. وعلى الحديث الثالث بأنه لا يصح. وقيل إن العقيقة سنة، وبه قال أهل الحديث وجمهور الفقهاء، ولهم في ذلك عدة أحاديث. وقيل إنها واجبة، وبه قال الليث والحسن وأهل الظاهر. والسنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة، وذلك لحديث عائشة الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال العلماء إن البنت كانت على النصف من الولد تشبيها للعقيقة بالدية، وقالوا إن أصل العقيقة يتأدى عن الغلام بشاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الذي ولد عام أحد، وعن الحسين الذي ولد بعده بعام عق كبشا كبشا، والأكمل شاتان للولد. ففي موطأ الإمام مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يذبح عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. والحكمة في مشروعية العقيقة أنها قربة إلى الله يرجى بها نفع المولود بدعاء الفقراء له عندما يطعمون منها، وهي أيضا شكر لله على نعمة الولد، فالذرية محبوبة طبعا ومطلوبة شرعا، بشر الله بها إبراهيم وزكريا عليهما السلام، وفيها أيضا إشهار للمولود ليعرف نسبه وتحفظ حقوقه، وهي كفدية عنه تشبها بفداء إسماعيل الذبيح بالكبش. هذا. ولشبه العقيقة بالأضحية وفداء إسماعيل نقل عن الحنابلة أنه لو اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة يمكن الاستغناء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة فإنه يكفي اغتسال واحد عنهما. والله أعلم.